مرحبا بكم مرة أخرى، نعود معكم لمتابعة هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ غسان عبود. على كل أستاذ غسان، يبدو أنك متفائل استنادا إلى دروس التاريخ السوري المشرقة. الحقيقة هذا التفاؤل المبني على تلك الدروس. طيب، رأى التاريخ، بالضبط، يعني التاريخ السوري الحقيقة عندما مشرف، يعني تاريخ السوري، تاريخ ما في حروب أهلية، تاريخ ما في جوع، اوكي، الا فقط بس بفتره المجاعه العالميه ب29، وكان لسنه واحده، في حين كانت اوروبا ما بتعيش اضنك حياتها، يعني عرفت كيف؟ فما تخافوا، يعني ما في شيء بيخوف باذن الله، يعني بلدنا خير، كلها خير ان شاء الله. ولكن يبدو ان الثوره التي كسرت حاجز الخوف بالنسبه للسوريين دفعت الكثير للتفكير بصوت عالي من هذه الافكار التي تطرح الان، مساله خوف الاقليات من الالتحاق بالثوره، خوف هذه الأقليات من عملية التغيير. برأيك ما هو مرد هذا الخوف؟ والله أنا هذا الحكي بسمعه، بس الحقيقة ما بسمعه إلا من المثقفين. أنا من الشارع ما أنا شايف حدا عم يحكي بهذا الموضوع. أوكي، أولاً خلينا بعدنا نشتغل نحكي بطائفياً تماماً. أوكي، وما في شيء، وأنت بتعرفوا أنا إن شاء الله بحكي. يعني هو خوف مضمر. اللي من قلبي إن شاء الله حاحكي بكل وضوح. أولاً هنالك الطائفة المسيحية هي بيضة أبان الحياة السورية تاريخياً. نعم. أوكي. فهيدي موجودة وستبقى في الروح وفي ضمير سوريا إلى يوم ما يبعثون. كانت موجودة من بداية جية المسيحية إلى سوريا وستبقى، وهي بالعكس ضمن جزء من النسيج وعايشة حتى هذه، يعني هيدي المسيحيين بالضبط ما بتلاقي لهم مدينة مسيحية، بتلاقي لهم شوارع فقاعدين بين الكل. أوكي. نعم. فهيدولي بيضة أبان الحياة السورية. الإسماعيلية هم هني بالفرقون رقم واحد في الثورة السورية، هني من أول أوائل الناس اللي شاركوا في سوريا، وزاقوا الكثير من الظلم، وزاقوا الأمرين من هذا النظام، عارف كيف؟ الأكراد كان أيضا هني الوحيدين اللي ساروا على النظام السوري قبلنا بكتير، لأنه كمان في ضياع لحقوق ثقافية وحقوق الوطنية وحقوق في الحق الحياة، يعني عمل لهم بلاوي النظام أبدا، هجروا موتوا، ما منحهم جنسيات، يعني تصور واحد 100 سنة بيقعد عندك بتقوله انه تجاي من برا، طب بالأكراد جزء من النشيج السوري مش بلا هوية، في حين اي دولة في العالم بعد 3 سنين تعطي جنسية، يعني ما فهمنا شو خير ليه هيك عم تسوي معهم، يعني كل ما هنالك هي لقهر كل هالنسيج السوري. طيب الدروز، الاخواننا الدروز من البدايات اللي بالثورة، يعني اولا مثقفينهم مع الثورة، رجال اعمالهم في معظم الشرفاء مع الثورة، اوكي، النقابات أغلبيتها مع الثورة، ما شفنا مواقف القضاة والمحامين، عارف كيف؟ والجماعة تاريخيا لها مواقف مشرفة. هلا خليني أقول لك، إخواننا مثلا على سبيل المثال، إخواننا الأرمن، يعني الأرمن إجوا على سوريا في عام 1916 واحتضنوا الشعب السوري في أجمل احتضان، أوكي، وتعامل معهم وعملوا صناعاتهم، وهلأ اليوم هني رجال أعمال في معظمهم رجال صناعات، الشعب السوري بيحبهم وليس لدي أي مشكلة معهم، يعني هني صناعيين الآن وسيبقوا صناعيين بكرة، وسيبقوا كمان رجال أعمال بكرة، وإلهم حقوقهم الثقافية وحقوقهم في الوجدان السوري، هني سوريين 100%. أوكي، فهذا ما فيك تقول له والله أنه بدي أعطيك ضمانات، مين أنا لحتى أعطي ضمانات؟ حتى لو كنت مثلا ونفترض ان انا بمثل الفئه السنيه، مثال طبعا انا لا امثل هذا الكلام، اوكي، يعني انا هذا جزء من الشعب السوري، هو يعطي ضمانات لواحد بده يجي يزور سوريا بموجب فيزا، مش بعطي ضمانات لابن بلد، هذا ابن بلد، اوكي. طيب الاشكاليه الاساسيه المطروحه هي طبعا مع الطائفه العلويه، المشكله الحقيقه انه النظام اختطف القرار، يعني احكي بكل وضوح، اختطف القرار العلوي للاسف في معظمه وفي غالبه، بيحاول جاهدا ان يختطف الطائفه العلويه كلها، وعمال بيحاول يقتل باسمها او بيجيب مجموعه من الاوباش، طبعا وكل طائف لها اوباش، اوكي، ولها سقاط، اوكي، فبيجيب مجموعه من سقاطها وبيعطيهم على الاعلام انه هن الذين يقومون بهذا الفعل، اوكي. فانت بدك تقول له انه اخي انا بعطيك ضمانات انه يا اخي ليس هنالك عمليات انتقام، بقدر اقول لك انه ما حيكون في شيء انتقام، ما في حرب اهليه، لن يشن عليك. المشكلة هو بعقله صعب يصدق، ليش؟ لأنه هو شايف أن النظام يروج لأنه هو القاتل والشعب السعوم والشعب السوري المقتول، وبالتالي أوكي. يعني يخاف من ردة الفعل، وبالتالي نعم كانت هناك تطمينة، لكن يعني أنا أحد الناس برجع بقول لك أن نهاية هذه العائلة ستكون على هذه العلوية، نهاية النظام الآن
أما نهاية العائلة ستكون على هذا. على كل لا بد أن نؤكد أن الطائفة العلوية الكريمة لا تحتاج لشهادة في الوطنية. بالضبط. في عهد الفرنسيين شاركوا في الثورة السورية ورفضوا ورفضوا دولة مستقلة في مناطقهم، فهم جزء من النسيج السوري بالتأكيد. الثورة السورية في أحسن تماما. وهني الحين هو أنا عندي هاي ثقة سبحان الله شايف الرؤية يعني، يمكن أنه الإخوان العلويين لن يقبلوا بهذا الرجل أن يستمر في القتل وأن يستمر في التهديد وأن يستمر في السرقة وعصابته، يعني في شيء في إشكالية مستحيل، يعني ما في عقل أساسا، ما في عقل إنساني يقبل هذه الأفعال أن يحملها يعني بالضبط. مواقف. فنحن برجع بأكد لك مرة تانية أنهم لا يحتاجوا إلى ضمانات ولا يمكنهم يعطوها أيضا مثلهم مثل باقي نسيج الشعب السوري. إذن كما ذكرت أستاذ غسان، في كل أحوال كل الطوائف لها مشاركة وطنية، كل الطوائف شاركت وساهمت في بناء هذا الوطن، وبالتالي لا داعي للتخوف من موضوع أو طلب ضمانات مستقبلية. كلام يهدد فيه النظام من أول لحظة عمل بيهدد بالحرب الطائفية، وقبل منه سوا القذافي وهي هذا سوا، حتى حكى فيها علي صالح محمد بقبائل وحكى فيها مبارك، كله عم يحكي هيك، بس ضمير الشعوب ضمير واحد. قديه منفصلته انت يعني؟ اوكي هلا اذا ما سألت انه فلان سني، طيب هو ايضا ادلبي مثلا او حموي او علبي، طب حموي يعني فيك تقول مسيحي وفيك تقول علوي في بقلبه، فانت ما فيك تعمل تجيب السكين وتعمل هذا الفصل فصل فصل. فكلنا لدينا قد يختلف فيه عنصر، لكن في عنا 99 عنصر نجتمع عليه. اوكي طيب استاذ غسان، في الاونه الاخيره كثر الحديث صراحه حول الثوره، يعني دارت سجالات كثيره عمن يقود هذه الثوره، يعني هل هو يعني هل هناك تمثيل حراك شعبي أنتجته الثورة؟ باختصار يعني من يمثل هذه الثورة؟ هل هي المعارضة؟ هل هي التنسيقيات؟ هل هو الشارع؟ شو بدي أقول لك؟ يعني أنا حأحكي لك بأبسط الأشياء. هنالك دائما مقولة بتنقال أن من يدعو للثورة مغامر، ومن يقودها بطل، ومن يقوم بها الشعب، عموم الشعب. اللي بدي أقول لك يا نعم، إن من يقوم بهذه الثورة ليس بطل، أبطال كاملين. ما فيك تقول لهم اسمه زيد وعمر وحسن وعبد الرحيم وجورج وفيصل، يعني أسماء متعددة. هي ثورة شعب. فهي ثورة شعب. للأسف طبعا إلى الآن لم تنتج هذه الثورة المنظومة، سواء كانت الفكرية أو مجموعة أشخاص تعبر عنها. أوكي، وهذا طبعا مو عيب. الثورة ليس مطلوب منها أن تنتج هذا. الثورة هلأ مطلوب منها أن تغير الواقع، أن تقوم بإزالة هذا النظام، هي طالعة لإسقاط هذا النظام بكلياته، ليس إسقاط الأسد، لازم أن ننتبه جيدا. أوكي. الثورة السورية لا تريد إسقاط الأسد فقط، الثورة السورية تريد إسقاط كل النظام الذي يعيش فيه الشعب السوري. طبعا فيك تقول من ضمن النظام مجموعة العلاقات الثقافية السيئة الذي خلف النظام، مجموعة العلاقات الاقتصادية السيئة الذي خلف النظام، مجموعة القوانين السيئة الذي خلف النظام، مجموعة القيم الاجتماعية العائلية السيئة التي شوهها وزرعها فينا النظام. أوكي، فهي ثورة على كل هاي المفاهيم، حالة ولادة جديدة للمجتمع السوري. أوكي، من يقود هذا؟ من يحق له أن يتكلم باسم هذه الثورة؟ من يقوم بالثورة على الأرض 100%، وإن لم تكن أنتجت بعد ستنتج. أوكي، أما بقية الناس هي فقط محللين لما يحدث في الثورة، لردات فعل الثورة، لما يحدث على الأرض، إيصال يعني الصوت ربما. بالضبط، إيصال صوت الثورة. وهذا طبعا شيء مميز ورائع، أنه الشعب السوري وزع أدوار. أوكي، المثقف قام بعملية تحليل الفعل الذي تقوم فيه الثورة في الشارع، ورجل الأعمال والتاجر ساهم في المساعدة، والعاطل على العمل او الشاب او العامل شارك في الثوره، والمراه حضت على الثوره، يعني في عموم طبقات الشعب السوري منظومه متكامله لهذه الثوره. ثوره بكل معنى الكلمه، يعني ثوره تختلف عن الثورات التي تحدث في المنطقه تماما، ثوره اشبه ما تكون بالثوره الفرنسيه. اوكي، وان شاء الله نتائجها حتكون زي الثوره الفرنسيه يلي هي بالمقصى لهذا النظام، ربما تكون أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ غسان، يعني تحدثت عن هذه المنظومة من العلاقات، لا شك أن كل ثورة تتفاعل مع ثلاثة محاور: العلاقة مع الشارع، العلاقة مع المعارضة سواء في الداخل أو الخارج، والعلاقة مع الموقف الدولي.
كيف ترى استفادة الثورة السورية من كل هذه المحاور، من علاقتها بكل هذه المحاور من أجل الوصول إلى الهدف الذي رفعته وهو إسقاط النظام؟ شوف، الثورة من ناحية الشارع طبعا أنتم ملاحظين خلال 6 شهور أو 5 شهور ونص اللي مريت الآن أن الثورة ماشية باتجاه أفقي لتشمل جميع الشوارع سورية في المعظم على الأعم، إلا ببعض المناطق لظروف خاصة. فهي علاقتها مع الشارع علاقة تراكمية، يوميا هنالك من يدخل إلى الثورة يوميا. علاقة عضوية، فدائما علاقة تراكمية عضوية، إنه الناس دائما يعني بس أصبحت الآن تقريبا فيك تقول يعني أكثر من 85% من الشعب السوري هو منخرط في الثورة. هيدي مع المعارضة، المشكلة أن النظام قتل كل الأحزاب في سوريا، قتل الحياة السياسية في سوريا، فحتى الأحزاب في سوريا أحزاب بسيطة وغير مفعلة. يعني في أحزاب قائمة من وحدة هي وابنها يعني عاملة حزب، يعني عرفت كيف؟ ما لا أي معنى يعني، عرفت كيف؟ بعدين أنا بذكر أنه أحد النشطاء من الأحزاب الثانية كتب هنا مقر حزب كذا لصاحبي حزب البعث، يعني عرفت كيف؟ نوع من السخرية. فالحياة السياسية في سوريا مقتلة، مؤممة، مقتلة، ما موجودة. كل الناس اللي كانت عم تشتغل سياسة هربت طبعا وطلعت لبرا أو بالسجون، ماتت أو أعدمت أو قتلت. طبعا هذا النظام يعني الناس بتفكر أنه قتل 5000 ولا 10000، حتى من قلوا أنه عجب بيبي حما قتل 20000 ولا 42000. طبعا الناس هي المفروض تقول 10%، يعني يا 20 يا 22000، مش 20000 42000. هذا النظام الحقيقة قتل من الشعب السوري أكثر من 130000 على مدى وجوده، لأنه دائما كان يقتل، دائما كان في مجازر. سوريا من بداية ما دخل حزب البعث للحكم من عام 1963 لم نعرف إلا المجازر، لم نعرف إلا الاغتيالات. أوكي. فالشعب الآن يعني بسمع الشارع السوري في معظم على الأعم أصبح مع الثورة. بعض الصامتين صدقني هني قلبا وقايبا مع الثورة، لكن سيأتي يمكن بكرة ها بتلاقي كمان 3/4 دخل، بعد بكرة تلاقي البقية. يعني الموضوع النقطة الثالثة أستاذ غسان هي العلاقة مع الموقف الدولي، كيف ترى هذه العلاقة؟ أجمل ما في هذه الثورة والثوار على الأرض، أجمل ما في الشعب السوري أنه ديناميكية عالية جدا. بيطلع أردوغان بيصرح أنه يجب على الأسد أن يرحل، شكرا أردوغان. بيطلع أردوغان بيقول نعطي بشار الأسد مهلة 15 يوم، بيسبوا عليه بيقول الله يعطيك العافية يا أردوغان. يعني شعب ديناميكي عالي، يعني في ديناميكية عالية في الثورة. بعدين جمال هذه الثورة أنه هني حابين يشقوا طريقهم بإيدهم، أنه هني بيعرفوا أنه المجتمع الدولي عاجبه هالحالة يلي هو فيها، يلي هي أنه نحن البلد خربانة، معطل الإمكانات السورية بالكامل، ونظام وسخ بنى تشرش في علاقات مع الجوار ومع برا، وبنى مصالح ومافيات وإلى آخره. الشعب السوري يدرك هذه المعادلة، فبيقول لك أنه أخي نحن صامدين وسنبقى صامدين إلى آخر لحظة حتى يزال هذا النظام، هذا النظام بالكامل. أوكي، برجع بأكد مليون مرة النظام. طيب يعني هل تعتقد أن الشعب السوري بهذه الحالة يأس من الموقف الدولي؟ لا لا، شوف الشعب السوري لم يأس، الشعب السوري عمره ما يأس، دائما كان بيستنى بيتفرج بيشوف بيحاول. هو شعب يعني أستاذ بالتفاوض، يفاوض على كل شيء من 5000 عام. أوكي، بيعطي فرص، أعطى هذا النظام فرص كثيرة. هلا الآن أعتقد أن المجتمع الدولي الآن مطلوب منه أن يقف مع الشعب السوري، لأن حجم الدماء أصبحت كبيرة كتير. لأنه أوكي أنا ما عم أقول لك أنت شايف فاتورة الأخلاقية، أنت شايف أنه أنا تعبان، أوكي أنا ما عم أقول لك تساعدني أو ما عم أقول لك ساعدني سواء بالحالتين، بس أنت شايفني أنا جزء من الحالة الإنسانية، أنا ما أنا كوكب لحالي. بعدين سوريا من الدول اللي المؤسسة للأمم المتحدة، وشروط الأمم المتحدة هي أنه تساعد الشعوب في حال وجود أزمات سياسية أو حربية أو اقتصادية أو حتى مناخية. فنحن جزء من هذا المجتمع الدولي، فالمفروض أنه كمان يوقفوا معنا ويشوفوا أنه حجم الكارثة. الأخطر من ذلك أنه الآن هذا النظام أوغل بالدماء، أصبح في وحول من الدماء، ومن يقتل واحد كمن يقتل مليون، يعني عقوبته واحدة هي الإعدام.
وقد أدرك هذا النظام وزبانيته أن النهاية محتومة. وبالتالي استمر في عملية القتل. أوغل بالقتل وسيوغل بالقتل أكثر. الآن مطالب فعلا المجتمع الدولي بأن يقف، بأن يعطي برهن للسوريين أنهم متركين لحالهم. لسنا شعبنا الهمج. أوكي. نحن شعب حي، شاركنا في الحضارة، عملنا قوانين مع الحضارة. قوانين كتير طلعت من عنا. فالمفروض أن الشعب الثاني والشعوب المجاورة تدرك هاي الحالة اللي وصل فيها الشعب السوري، وأن هذا النظام يعني شو بدي بيدنا كلياتنا لحتى تفز سعادتك يعني تعطينا تصريح يعني. أستاذ غسان، يعني على ذكر الدم والقتل والتنكيل الذي يقوم به هذا النظام، يعني الهدف الواضح لدى الثوار، لدى المعارضة، لدى الكل في المجتمع السوري هو إسقاط النظام. لكن يرى بعض المحللين أنه لا توجد برامج عمل واضحة أو ديناميكية أو آلية نحو هذا الهدف. برأيك هل هذا الغياب لهذا البرنامج مبرر من قبل الشارع؟ شوف، حقول شغلة أساسية، ليس المطلوب من الثورة أن تنتج بديل للنظام أو بديل للحكم. الثورة تقوم فقط مرة تانية، برجع بعد كده، تقوم على إلغاء الحالة الراهنة اللي هي موجودة. فيما بعد هاي الأمور لحالة تجي سوريا مريانة رجالات دولة، ليس هنالك خوف. شوف، المعارضة بهذا الشكل ستسقط مع النظام، بسقوط النظام قولاً واحداً هتسقط، لأنه هاي الحالة هي حالة معارضات. إذا بتلاحظها أنه هنالك شخصيات بتقوم بتحليل الشارع ودوره إلى آخره. فلذلك أنا برأيي أنه المعارضة الآن محتاجة لشغلة كتير كتير مهمة، يلي هي التجمع، يعني تشكيل أحزاب، تشكيل حركات، تشكيل تجمعات، إعطاء بعد تنظيمي ونظري أيضاً ثقافي، وبنفس الوقت انه تكون مؤهله لانه ترجع على الوقت بدها تيجي على الدوله تكون موجوده في البرلمانات وفي يعني ولها جماهيرها على الارض تبرز برامجها. انا ما فيني اقبل، يعني الشعب السوري الان لن يقبل برنامج شخص واحد. شو ما بقى بده هاي القصه، خلاص طمنا هاي عباده الشخص وما شخص، هاي مرحله انتهت. فلذلك المطلوب من 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 المعارضه ان تبدا بالتفكير بالانتقال الى المرحله الثانيه، من مرحله التنظير للثوره أو شرح الفعل على الأرض إلى مرحلة الوجود الفاعل الجمعي، أوكي، وجودك كأحزاب. بنفس الوقت أنا أتمنى كمان أنه ما حدا يضغط على المعارضة ويطلب منا المستحيل. المعارضة بكل الأحوال هي ما موجودة على الأرض حتى تشتغل، يعني عرفت؟ يعني أنا لحتى أكون لحتى أعمل مؤسسة، لحتى أعمل شركة، لحتى أعمل حزب، يا أخي بدي مكان أشتغل فيه. هي كل واحد منهم بديرة، كل واحد منهم في دولة، كل واحد منهم بمكان. طب أنت كيف بدك تجمعه؟ لو كان هنالك أرض، لو كان هنا موجودين، كان بيعمل مؤسسته، بيعمل انتخاباته، بيعمل حزبه، بيعمل برنامج معين، بيعمل برنامجه. وهذا طبعا ان شاء الله هذا الزمن قادم، هذا الزمن قادم. طيب استاذ غسان، الى اي حد ترى ان السوريين يعرفون في حال اسقاط النظام ما يريدونه لسوريا مستقبلا؟ لا، هم يعرفون 100%. يعني اولا شوف له شغله، النظام الشعب السوري ما في لحظه من اللحظات كان مقتنع بهذا النظام، بس هو كان بيعرف انه هذا بناء المستقبل. يعني التصور حول بناء يعني هذا المستقبل هو موجود الان. هلا اهم شغله انه هو بيعرف انه هذا النظام نظام قتل ورهاب ودم والى اخره، لكن الظروف الدوليه كانت فرضته على الشعب السوري، والحمد لله الان الظروف الدوليه بدات تتغير. وهذا الشيء دائما كان بيصير، يعني صار حتى ابتداء بالقرن العشرين كله بناء على ظروف دوليه تقوم الامم والشعوب. هو يعرف ماذا يريد، لانه هلا عم يضحي بحق ودم كثير. فذلك بعد شوي لن يفرط في حق من حقوقه هيك، أوكي، سيوقف ويحاسب الجميع ويكون جهاز رقابي عالي على الكل، ويحول هؤلاء الناس أو من يريد أن يدير الدولة إلى إدارة حقيقية بنظمهم صحيح، بيراقبهم وبيحاسبهم. أستاذ غسان، يعني بالنسبة للحوار، لو أردنا أن نضع له أولويات الحوار في هذه الثورة، يعني ما هو ترتيب أولويات هذا الحوار مع الثورة؟ هل هو مع القاعدة الشعبية؟ هل هو مع المعارضة؟ هل هو مع الجهات الدولية؟ طبعا بالنظر إلى واقع الثورة السورية وامتدادها على يعني كافة أرجاء التراب السوري. حوار شو أول شيء؟ حوار مع مين يعني؟ يعني بالنسبة للحوار من قبل المعارضة أو من قبل، شوف، أول شيء الجمهور على الأرض. أول شيء خليني أقول لك، الحوار له أكثر من بعد. أولاً لا حوار مع النظام، هذا انسى، هذا النظام سقط، انتهى من ضمير الشعب السوري، أصبح تاريخ. قريباً بإذن الله سيدخل التاريخ. طبعاً هذا ما بيعني أنه نحن انتصرنا،
نحن في طول الانتصار ونحتاج إلى عمل أكثر وشدة أكثر حتى ننهي هذا النظام. أوكي نحن طبعا لم ننتصر بعد، لكن إن شاء الله بوادر هزيمة النظام بانت. أوكي الحوار طبعا الآن كل المجتمع السوري في حالة حوار، يعني تدخل على الفيسبوك، على الإيميلات، على الإنترنت، على الصحف، على الإعلام، كل الشعب السوري في حالة حوار مع ما الذي جرى سابقا وما الذي يحدث الآن وماذا نريد للغد. فالحوار شغال يعني شامل بين كافة الأطياف، وبالتأكيد طبعا هذا حينتج عنه رؤية واضحة للمستقبل عند الشعب السوري. أعزائي المشاهدين نتوقف معكم في فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار الخاص مع الأستاذ غسان عبود.